أهلا بكم. بلا هوادة تتساقط صواريخ المقاومة الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية. الاستهداف لم يعد مقتصرا على المستوطنات القريبة من حدود قطاع غزة، بل امتد ليصل إلى حيفا وجوارها مثل مدينة الخضيرة التي تبعد 110 كيلومترات عن قطاع غزة. الإعلام الإسرائيلي كشف أن الصاروخ الذي وصل إلى الخضيرة هو من نوع M302، يبلغ مداه أكثر من 100 كيلومتر، وهو من إنتاج سوري. المصادر العسكرية الإسرائيلية أعلنت وجود العشرات من هذه الصواريخ في قطاع غزة، إلى جانب امتلاك المقاومة صواريخ مضادة للطائرات من نوع ستريلا وإيجلا. تل أبيب كان لها حصتها أيضا من صواريخ المقاومة. القبة الحديدية اعترضت بعضا منها، غير أن عددا آخر استطاع اختراق القبة والوصول إلى المدينة، ومنها صواريخ J-80 وصواريخ M-75. بصواريخ M-75 نفسها قصفت المقاومة مطار نيفاتيم العسكري الذي يبعد عن غزة أكثر من 70 كيلو مترا، كما استهدفت مطار بن غوريون في اللد. على عسقلان وأسدود سقطت صواريخ متوسطة المدى من صواريخ المقاومة الفلسطينية، فيما طاولت صواريخ 107 مواقع ناح العوز العسكري موقع ناح العوز العسكري ومستوطنة نير عوز وأيضا أشكول. قرب قطاع غزة أيضا واصلت المقاومة استهداف المستوطنات في ستودنيغيف وشاعر هينيغيف ونتيفوت. المقاومة تواصل مفاجأة عدوها بنوعية صواريخها وبالمناطق القادرة على استهدافها، مفاجأة تعد بالاستمرار بها مع استمرار العدوان على أراضيها. هذا كان كل شيء، شكرا لكم.